على وقع الفرجة والتضامن الإنساني أسدل الستار نهاية الأسبوع المنقضي على الطبعة 16 لدورة راديوز ربيع فوت بالشبه مركب الجواري بوهران، أين تواجدت السلطات المحلية للولاية، حيث توج بلقب الدورة الربيعية فرق حي قنبيطة وهران، القبة، الحراش وباتنا، كما كرم المدرب خالف محي الدين كأحسن مدرب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. جمعية راديوز بلاعبين القدامى ان شاء الله تتذكر كاع اللي خدموا الوطن، نتفكروا هذا الرجال. على كل حال اولاد نشكروا الله راديوز اللي عطاتنا الفرصه باش نكونوا حاضرين هنا مع الشباب، مع كل هنا في وهران. كان حضور عائلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الحدث البارز، حيث خصص منظمو الدورة تكريما لضحايا الحادث، كما شرفت جمعية راديوز والدي الضحية شيماء تكريما أسطوريا، وهو ما اعتبرته العائلة دعما خفف من حجم الفاجعة. عرضونا جماعة وجاو لنا وسقوا لنا وربي خلصهم، ونشكركم على الاستضافة هذه. اللي مات ود اختي ربي يرحمهم، والله يلحقنا بهم مسلمين، وانتم ما يخلف عليكم درتوا هذا الحفل. نقول للناس اللي غروا اللي داروا العرسه هذه ان شاء الله ما تكررش في بلادنا، باسكو بلاد الاحسن بلاد، وهذا ما يكون، ما نظنش لهم جزائريين حقين، لان الجزائريين حقين ما يديروش العفسه كما هذه، وربي يجازي كل انسان ان شاء الله، وان شاء الله راهو في المحكمه. تبقى خرجات جمعية راديوز الإنسانية والتضامنية من أبرز السمات التي استحسنها الحضور. قامت الأسرة الكروية تتوحد تحت شعار من لا يملك ماض ليس له حاضر، دورة راديوز ربيع فوت وفية كالعادة لتقاليدها بتكريمها من هم أهل لتكريم. الدورة تخللتها مباراة استعراضية جمعت قدماء المنتخب الوطني ونظرائهم من نادي سقهراس بإدارة عملاق الصافرة الجزائرية الأسبق محمد حنصال. جمعية راديوز وبمعية قدام المنتخب الوطني خصصت تكريما أسطوريا للمدرب الوطني الأسبق محي الدين خالف، عرفانا منهم بالمجهودات الجبارة والإنجازات التي حققها رفقة المنتخب الوطني. الجانب الإنساني كان له نصيب في أجندة الدورة، حيث خص رئيس جمعية راديوز قاد شافي تكريما إنسانيا لعائلات ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت بولاية أم البواقي، تكريم صاحبته إعانات مادية لعائلات الضحايا. وحتى يبقى اسم البريئة شيماء محفورا في ذاكرة الجزائريين، خصص أعضاء الجمعية الرياضية تكريما خاصا لأسرة المرحومة. نقول للناس اللي غروا اللي داروا العفسة هذه ان شاء الله ما تكررش في بلادنا، باسكو بلاد الأحسن بلاد، وهذا ما يكون، ما نظنش لهم الجزائريين حقين، لأن الجزائريين حقين ما يديروش العفسة كما هذه، وربي يجازي كل انسان ان شاء الله، وان شاء الله راهو في المحكمة ان شاء الله ياخذ الجزاء تاعه، ومن بالسلطات الجزائرية اللي يجيبوا لي حقي، وراح يجيبوا لي حقي اكيد مؤكد. هذا ما كان التكريم كان بمثابة دعم إنساني ساهم في التخفيف من أثر الواقعة الأليمة التي اغتالت البراءة في أسمى معانيها. سي لو ترافاي، الخدمة، البروفيسيوناليزم. اليوم يقول لك جو سي بروفيسيونيل، يقول لك انا جو سي بروفيسيونيل. حاتي بروفيسيونيل ها يا سيدي، لعبتوا نهار السبت، نهار الاحد يعطيكم لونترينور يعطيك روبو ياك، سي صحيح. لندي تبدا لا ريبريز، هكذا مردي تقرا الهداف وهذوك، باسكو ما يطلقوا والو. سيلا لي با فيني، سيلا لي با فيني، سيلا لي با فيني. هذا البروفيسيوناليزم. بروفيسيوناليزم بور لارجون، تيتي رومان يقول لك انا محترف، محترف باش تدي الفلوس ومن بعد، سي با نورمال. حاجب ديال الهواري ها هو الحاجب. سيموسى كذلك يتقدم البطل الأولمبي. يا رب.
على كل حال اولادنا نشكروا لا راديوز اللي عطاتنا الفرصه باش نكونوا حاضرين هنا مع الشباب مع كل لا 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 لا. هنا في وهران وهران معروفون. نتمنوا لها ان شاء الله لا لازمو ولا المولوديه يرجعوا للمكانه اللي كانوا فيها. التنظيم معروف تنظيم على مستوى لا راديوز على راسها سي قاده الشافي. احنا متعودين نحضروا عده مرات فهي تتحسن من 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 سنه الى سنه وتعطي فرصه الفرصه للناس تعرف مع بعض لانه هذه التطهرات كلها تطهرات اللي تعطي دائما تكون الاخويه ما بين الاشخاص وتكون دعوه يعني الفرجه والفرحه وكذلك على المستوى المواطنه كذلك تلعب دور كبير. فاحنا نقولوا قد ما نشكروا قليل قد ما نشكروا قليل ولكن لابد ما نشكروا كل من راه يساهم لانه لا راديوز وحدها بدون مساهمه ما نظنش تقدر تدير تظاهرات كما هذه. نشكروا كاع اللي راهم يساهموا ونتمنوا كذلك نزيد تكون الفرجه اكثر وتكون كذلك التظاهره تزيد تكبر وتكبر وفيها كذلك خارجه من جهه الى الرياضيه فهي كذلك احنا نشوفوا التكريم اللي ربي يرحمهم اللي كل الوفاه نتاع وفاه الواجب الوطني ربي يرحمهم وهما شباب. ومنها كذلك يا للاسف لما نشوفوا الاب والام اللي فقدت البنت شايمه وهي صغيره في بلد مثل الجزائر اللي عاشت هذه المشاكل في ايام التحرير ما كناش ناويين يوم من الايام نشاهدوا هذا. ان شاء الله ما تزيدش تتكرر ولكن هذا امر الله وما نقدروا نديروا ولا حاجه غير نقولوا نشدوا في الله ونقول الله يرحم الجميع والله يصبر موالين هاد كل هادو اللي فقدناهم لانه ماهوش غير الاباء الجزائر كلها فقدتها. هو على كل حال البدايه تبدا من القاعده من الطفارس الاطفال الصغار. انا نشوف اليوم كانوا معنا تصوروا معنا وكل شيء يعني هذه تزيد تشجع هاد اللاعبين لانه لما يكونوا في وسط اشخاص وفي وسط شخصيات تزداد الفرحه ودائما يحاولوا يديروا كل ما هو ممكن باش يزيدوا تقدموا شيئا فشيء. ولكن هاد الشباب هذا نقول لهم لا تنسوا الدراسه. فهمت الدراسه هي الاولى هو الاساس ومن الدراسه ومن الاهل وكل شيء من ثم تبدا المواطنه مش حتى الانسان يكبر عاد يفكر في المواطنه. المثال اللي نعطيه هو الشجره لما تغرسها بطريقه جيده من البدايه أكيد تعطي الثمار تاعها ولكن إلا بعد ما كبرت وكبرت بجهة معاكس وتحب ترجعها في الطريق الصحيح ما نظنش تتكسر. فلهذا قاعدة في الدراسة وفي التربية ونتمناو يعني المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد الحاجة هذه لأنه اليوم الشباب موجودين والسكنة
احياء موجوده، ولكن لابد ما تكون بعض المنشات الرياضيه باش الاطفال يبداوا يتربوا في هذه المنشات الصغار، مش حتى يكبر. كذلك الاب اللي هو شغال بعيد يعرف بان في الوقت الفلاني فابنه هو ما بين يدين نتاع مربيين. احنا تاخرنا شويه، ولكن كما يقولوا فرونسيني جامي تروطار بور بيان فير. نتمنوا يعني تتحسن الامور، وتحيه الجزائر.